السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقتنا اليوم عن الجهاز الجديد بالسوق المغربية، وهو الجهاز اليوسات برو. وللتعرف أكثر على هذا الجهاز، نقوم أولا بفتح العلبة للتعرف على محتوياتها. وهذه هي محتويات العلبة. أولا كتيب التعليمات الخاص بالجهاز، الجهاز ذو اللون الأسود ويتوفر على مدخل لوحدة التغذية 12 فولت، مدخل لبطاقة الذاكرة، مدخل للأوديو فيديو لتشغيل الجهاز مع التلفزيونات القديمة، ومدخل للكابل ال HDMI، ومدخل لكابل ال RJ45. ومن الجانب الآخر نجد مدخلي ال USB. سوف الجهاز على قاعدة توجد بها فتحات للتهوية. أما باقي المحتويات فنجد جهاز للتحكم، وهو نفس الجهاز الكلاسيكي المعروف لدى أجهزة التي في بوكس، وحدة التغذية 12 فولت بالإضافة إلى كابل الـ HDMI. واجهة الجهاز بعد الإقلاع. والآن نمر إلى الإعدادات ونبدأ بتغيير اللغة أو إضافة اللغة المناسبة. ندخل على Setting ونضغط OK، ثم ننزل إلى Device Preference ونضغط OK هكذا، وهنا ننزل إلى Language ونضغط OK، وهنا سوف أختار اللغة الفرنسية مثلا هكذا، ثم أضغط زر العودة أو Exit هكذا. ولشبك الجهاز مع الإنترنت ندخل على ريزو اي انترنت ونضغط اوكي، وهنا نختار الواي فاي الخاص بنا ونقوم بالضغط عليه، ثم ادخال الكود السري او الرقم السري للواي فاي الخاص بنا. وهنا سبق وان شبكت الجهاز مع الانترنت. والآن نمر إلى كيفية إضافة حساب جوجل بلاي. ندخل على أيقونة جوجل بلاي ونضغط OK، وهنا نضغط كونيكسيون OK حاليا، وهنا نقوم بإضافة الجيميل أو الأدريس إيميل، ثم بعد ذلك نضغط على سويفون ونقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحساب جوجل. بعد إضافة حساب جوجل على الجهاز، أصبح بإمكاننا تحميل التطبيقات من البلاي ستور. والآن سوف نمر إلى كيفية أو طريقة تحميل التطبيقات من مفتاح USB. وللقيام بالعملية يجب أولا تحميل التطبيقات على مفتاح USB.
ويجب أن تكون بامتداد APK. بعد ذلك نقوم بشبك مفتاح USB بالجهاز ونضغط على File Browser هكذا. أوكي. ثم ننزل إلى كلي USB ونضغط أوكي. وهنا ننزل إلى التطبيقات ونختار أي تطبيق بامتداد APK كما تلاحظون. نختار على سبيل المثال تطبيق السانسات، نضغط أوكي هكذا. هنا يقوم الجهاز بتنصيب التطبيق. أولا ندخل على البارامتر لنقوم بمنح صلاحية التنصيب. نعطي الصلاحية لجميع التطبيقات التي تظهر على يمين الشاشة. بعد ذلك نضغط على زر العودة إكسيت. ثم نعود مرة أخرى إلى التطبيق المراد تنصيبه. بعد إعطاء الصلاحيات سيمر الجهاز إلى تنصيب التطبيق مباشرة، وهنا نضغط انستالي اوكي. ننتظر قليلا. وهنا تمت عملية التنصيب بنجاح، ونضغط على أوفغيغ لفتح التطبيق. وهكذا نفس الشيء بالنسبة للتطبيقات الأخرى، ويجب دائما أن تكون بامتداد الأبيكا. كما يمكننا تنصيب التطبيقات من خلال USB بهذه الطريقة. ندخل على أبس ثم نقوم بالضغط على أيقونة الأب انستالر، وهو تطبيق خاص بتنصيب تطبيقات الأبيكا هكذا. ثم نضغط أوكي وينقلنا مباشرة إلى مفتاح USB. ثم إظهار التطبيقات الموجودة على مفتاح USB دون الدخول على ملفات أخرى. هنا تظهر لنا التطبيقات المتوفرة على مفتاح USB والموجودة بامتداد الأبيكا. والآن نمر إلى إعدادات الشاشة. ندخل على Setting ونضغط OK، ثم ننزل إلى Advanced Setting أو إعدادات متقدمة، ثم ندخل على Display ونضغط OK. وهنا ننزل إلى Screen Position يعني وضعية الشاشة ونضغط عليها أوكي. وهنا نختار زوم إن سكرين أو زوم أوت سكرين، يعني تجميع الشاشة إلى الخلف أو تقديمها إلى الأمام هكذا. كما تلاحظون الشاشة تتحرك. نقوم بالإعدادات اللازمة لنتمكن من إظهار جميع محتوى الشاشة. وبهذا أني إخواني أخواتي هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.